Tamar has been in the school since it started. We consider ourselves one of the founders. We chose the school first because we were searching for a nice school that has an IB system. But what really attracted us to the school was the premises and the very welcoming vibes we found here the first moment we came. سمعنا عن المدرسة أول ما فتحت وده كان في 2022 فحبينا نكون من الأوائل لأن this is the first IB system gyms جاية بيها فwe joined the gyms international school of Cairo في 2022 يمكن ابني كان أول فصل pre-K هيتخرج من المدرسة إن شاء الله IB system لا غير الأولاد خالص غير شخصيتهم عارف يطلع المواهب اللي جواهم الحلو اللي جواهم مش بس اي مش مواهب عاديه من الحاجات المميزه برده في المدرسه هنا ان هما بيهتموا بالكاركتر بيلدينج بتاع الولاد بالنسبه لي ياسين جوت انرولد ان ذا ستودنت امباسادور بروجرام البروجرام ده ساعده ان هو يزود ثقته بنفسه لا يتكلم مع الناس اكتر دي ما كانتش حاجه موجوده عنده ان هو يبقى عنده سنس اوف اونرشيب في المدرسه وسنس اوف بيلونجينج ان هو بيتكلم عن المدرسه كبيته ودي حاجه مش فيه يعني هو دي مش حاجه عنده ان هو يكلم ناس كتير ما يعرفهاش أول ما يعني ابني هو بيخش هذه المدرسة في ذلك الحين هو تقريبا ما يعرفش أي اللغة الإنجليزية لأن هو كان قبل ذلك كان في الصين لتقريبا 3 سنوات فكل يوم بيتحدث اللغة الصينية بس يعني ما تعلمش أي لغة إنجليزية أنا شخصيا فوجئت يعني بهذا لأن أنا وزوجتي نتحدث معه في البيت باللغة الصينية بس المستواه في اللغة الإنجليزية يتقدم كل يوم والفضل ده يعود إلى المدرسة وكل الأساتذة حقيقة لما دخلنا على المدرسة فاقت توقعاتنا كان واضح إنه المدرسة دي متقدمة جدا أنا أي وقت كنت بحتاج للأستاذة بتاعت عمر بتواصل معها على البرنامج المفروض نحن نتواصل معها به أو برسل لها مسج وهي بترد على طول وبمشي بقابلها بخصوص الحاجة اللي أنا عايزة أسأل فيها امبارح كنا بنعمل ماشيين بالعربية فقال لي بابي ده في فول مون احنا عاوزين نصور الفول مون ده عشان نبعته لمس ريتشل which is something good هو عارف ان هو لما يصور ده تمام 3D shape اللي هو السفير وهيبعته لمس ريتشل على التودل وده حاجه كويسه برده في المدرسه ان هي بتنتجريت النيو تكنولوجيز مع الكلاس اكسبيرينس بتاعته فهو عارف ان في ابلكيشن هو ممكن نبعت له المسريتشل kind community in the school your child will feel loved accepted and seen they will excel in whatever they love and they will find the support to do what they dream about